هي مطروح بوابة مصر الغربية محفوظة بأهلها الطيبين وشيوخها بعواقلها وبناسها الطيبين، وبتمتع بأمن وهدوء وطمأنينة على كافة طلوع محافظة سيناء. مطروح أرض مطروح بتتمتع بالطبيعة القبلية، يحكمها العواقل والشيوخ والعمد. احنا بننظم في ذكر المنظومة، بنتعاون مع كافة الجهات، مع الأجهزة التنفيذية ورجال القوات المسلحة لتأمين كافة ربوع محافظة مطروح. اتفاقية بتنظم دخول السيارات الليبي في ظل التعاون، منظومة منظمة طبعا مقننة في ظل مواثيق موجودة، يعني بيحددها لوائح وقوانين مع الجمارك ومع، لان انت عارف حضرتك ان ليبيا مطروح امتداد لارض دوله ليبيا، ففي نسب وتصنيف زي ما قلت لحضرتك ان طبيعه محافظه مطروح طبيعه قبليه بيحكمها العواقل الشيوخ والاعراف، مفيش مشاكل اي، مفيش اي مشاكل امنيه، بيحكمها اهل مطروح بيحافظوا على امنهم، احنا بننسق وبنتوازن معاهم، مفيش اي دول إجرامية، ما فيش أي حوادث إرهابية، محافظة مطروح هادئة تماما تماما تماما.